السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الدرس الجديد من قناة موسوعة المحترفين. اليوم سوف نتكلم عن موضوع سيعجب الجميع، وهو موضوع الربح من خلال كتابة الكابتشا. أولا سنذهب إلى هذا الرابط الذي سأطرحه لكم أسفل الفيديو. بعد ذلك سنذهب إلى هذا، ستنبثق لكم مثل هذه الأيقونة. ننتظر 5 ثواني ثم نضغط على تصل نص سكيب أد أو تخطي الإعلان. بعد ذلك سنذهب إلى موقع الميجا تشيبرز، هو موقع اختصاصي في ربح الأموال من خلال الكابتشا. سنضغط على فريسينج أب. بعد ذلك سنكتب هنا الإيميل الباسورد، بعد كتابتي عليك أن تعيده، اسمك الكامل، ثم هنا كيفية السحب. كما ترى باي بال الحد الأدنى للسحب هو 3 دولار، ويسترن يونيون أقل ما يمكنك سحبه هو 100 دولار، بيرفكت ماني أقل يمكنك سحب وقت ما تريد، أيضا بيزا ويب موني 3 دولار. كما ترى إذا تسجلت عن طريق الباي بال فإنك لا تستطيع تغيير الإيميل، تكتبه مرة واحدة فقط. بعد ذلك الانفيتيشن كود، كما ترون انا عندي الانفيتيشن كود الخاصة، نضغط على كوبي، تضغط هكذا كولي، سأتركها لكم اسفل الفيديو، ثم نقبل الشروط، وبعد ذلك نكتب الكابتشا هنا ونضغط على الريجستر. انا عندي حساب اصلا، بعد ذلك نكتب الايميل للتسجيل، يعني عفوا للدخول. بعد ذلك سنبثق لك أيقونة مثل هذا الشيء. يمكن أن يطلب منك التفعيل أو لا يطلب منك، حسب الدولة التي أنت موجود فيها. مثلا أنا موجود في المغرب، لم يطلب مني التفعيل. بعد ذلك كما ترون هنا ستظهر لك في من يأخذون الأموال عن طريق كتابة الكابتشا، وكيف يأخذون، والترشيب من الأفضل إلى المتوسط إلى الأضعف. وهنا ما يهمنا هو كل 1000 صورة تكتبها كم ستأخذ منها، كم ستربح منها حسب الوقت الذي ستسجلت به. مثلا إذا تسجلت من الثانية إلى الثالثة فإنك ستربح 0.50 على كل 1000 صورة تكتبها. إذا سجلت من 12 إلى الواحدة بعد الزوال فإنك ستحصل على 0.70 على كل صورة. المهم حسب أنت هل كنت نشيط أم لا. الآن سوف نتعلم كيفية الربح، كيفية العمل. نضغط على ستار ووكن، بعد ذلك نكتب الكابتشا، نضغط على سبمايت انسر او
انا ساضغط على سيب مايت اند بوز ليتوقف كي لا يضيع لي الوقت. كما ترون هناك خطأ، اخطأت كل مرة، تخطأ كل مرة يحضرك. اذا اخطأت الكثير من الاوقات فانه سيتم حظرك، وربما حظرك للابد. انا لا اخطأ كثيرا هذه المرة الاولى مثلا، انا او اليوم الان سوف نتعلم كيفية الربح عن بسرعة. نضغط على هايت سبيد ووك، ثم نضغط على ستار. كما ترون هذا هو المبلغ الذي عندي، 0.610. نضغط على ستار، سيبحث عن صورة. كما ترون المال يزداد حسب إن كنت نشيط فإنه سيعطيك المبلغ. كما ترون جاري البحث عن الصورة، وهناك عداد، إذا كتبتها ببطء فإنك لن تحصل على مال. سأضغط على بوز لآخر صورة. بعد ذلك نضغط على جو باك، انا لا يهمني. نضغط على اوكي مرة اخرى، وها قد تعلمنا. اذا اردنا السحب نضغط على بروفيل اند بيمو، ونضغط على بروفيل اند بيمو، ونضغط على بعد ذلك نتبع ما سيقولونه لنا، المال سيرسل الى حسابك بالباي بال او بالبيزا او ويستر يونين او ما تزجلت به. وها قد تعلمنا كيفية الربح من خلال كتابة الكابتشا، ونرجو ان تساندونا وتضغطوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك وتشتركوا بقناتنا على اليوتيوب. والى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله.